سعيدة وجميلة، ويزيد هذه الأمسية جمالا هذا اللقاء حيث نلتقي في هذا المساء مع أستاذنا الدكتور الذي عرفناه قبل أن نشاهده، وها هو بيننا الآن يضيف إلى هذه المعرفة وجودا فاعلا وخيرا وطيبا. إنه الأستاذ الدكتور المحاضر في كليات جامعة دمشق، والذي يشارك في فعاليات عديدة يضيف إلى تثقيف شبيبتنا وإلى بنائها تثقيفا وبناء إضافيا. إنه الأستاذ الدكتور أسعد علي، باسمكم جميعا نرحب به. كما يسرنا أن نرحب برفيق الدكتور فايز عز الدين، عضو قيادة اتحاد شبيبة الثورة في القطر العربي السوري. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، الأستاذ الدكتور أسعد علي أشفى من أن يعرف. إنه المفكر والعلامة والذي له مساهمته الكبيرة في إغناء الفكر العربي، فله أكثر من 200 مؤلف في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. وحين نلتقيه اليوم تكون فرصة طيبة لنا جميعا أن نستمع إليه وهو يحدثنا عن الموضوعية في فكر الرفيق الأمين العام. نتمنى لكم مع أستاذنا الدكتور كل التوفيق، ومرة ثانية وثالثة كل الترحيب بالأستاذ الدكتور أسعد علي. للحضرة جلالة يفترضها العلماء، وعلم الله إن جلالة الدكتور أسعد كأكاديمي يهرع إليه الناس ليغرفوا من نبع طالما أعطى ويعطي، نبع فيه الحياة بروحانيتها وفيه ما بعد الحياة بموضوعيتها وعلميتها وخيالها، وفيه من الأنسنة ما يزيد إنسانيتنا، لأننا في زمن يقود إنسانيته عظيم فتشيع به الإنسانية العظيمة. هذا الوطن منذ أن دخل هولاكو وأكل ما في الأرض وقتل ما فيها من حضارة أعوزها ويعوزها حتى الآن الإنسانية، ظهرت مع حافظ الأسد منذ عام 1970، وعشنا في ظلها حتى حينه في إطار ما نسميه اندماجا اجتماعيا، ونسميه وحدة وطنية، ونسميه قوة شعبية، ونسميه زمن الاستقرار والأمن والطمأنينة للشعب في ظل القيادة التاريخية. في هذا الرحاب يجوب دكتور أسعد، وفي هذا الرحاب يلتقي فيه الإنسان مع قيم الحياة ومثلها، وفي عالم المثل تتساوى الأشياء، لأن المثل جزء من إرادة الله على الأرض، فالله مثل الجميع، ومن مثله على الأرض يأتي الإنسان المستخلف. هذه لحظة فيها ما يبدع وفيها ما يعطي، وإني والله لا أعجز من أن أتكلم بأحسن مما قلت. شكرا.